البلد اي الكويت بالله ايوه اللي يقول يا حمود ايوه هي اللي بيحمود اللي علمتكم فيها اول مره هي هذه نفسها لا 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 هو شو اللي جاء على اشكاليه وكذا ايه جاء على اشكاليه صحيح سبحان الله. اما القصيده اللي مثلا انا طال عمرك لا احتجت نفسي لقيتها اما اني شاعر مجلسي ولا ادنى لكن حنا في موقف طريف حلو وجاب بقصيد يا سلام حنا رفقه نروح نسج دايم ونروح على ما قال هذا ومعنا رفيقنا قحطاني لحيت غانمه لكن الاعدادات حقته حقت اعدادات شمالي يعني ان جاب جاب بعد ساعتين ثلاث امور قحطان بتعينه في يا ولد يا ولد يا ولد والله والله محامي الدفاع هذا اليوم والله ما خلت يا ولد دايم محامي الدفاع هم على حسب الوجه كل شيء يودك ونام ونام يا ولد والله انا نحبهم كلهم يا ابو مسعود والله ولا على جميع عقبايه ما نقول سالم. المهم رفيقنا طال عمرك خابرين يتاخر وحنا قلنا اتفاق عارفين انه بينهم قلنا الفجر تروحنا بنفطر في المكان الفلاني على موقعنا عندنا في العادري بطريق الملك عبد الله فطورنا بعد الفجر وبنحول وجهه ترى اللي بيتاخر نرجع بعد يومين وبنعزل بعشاء نعم يجي لا نرجع الا قدامنا لباني ما تعدى 4 شهور يا سلام هذا يتاخر اي قلنا تم كلنا تم يا الربع تم احنا خابرين انه بيتاخر والله حاسب على نفسه هو انه بيقوم لكن ما ساعده الحظ المهم ما جاء الساعه 10 لو يكلمنا قد احنا في القصيم السلام عليكم قلنا عليكم السلام لا يتعدى 4 شهور وقتها يعود من اللي بيحضر عنده تخيل ما اخذنا طال عمرك في المزوح ولا هذا يمزح علينا احنا في جروب وهذا صار يمزح ويمون على بعض بس احنا عاد نبغى نقلب عليه مره واحده ناكل الطلي وزعلانين ونسوي فسنا قلنا أرسل رسالة كذا قلنا والله يا أخي أنت الآن الرجال حطوا الرجال كأنه مخطن علينا وارسلوا الرسالة هذه القصيدة هذه ما هي بلي هذه العبد العزيز البعير لكني أنا ببحث عنها هنا علشان إيه ما لها مجال الرجال مخطأ بس نحن بنخطيه هو مزح علينا ومون على بعض وانا ابغى نكبر عليه اعطني بعدين اعطي ابو تخيل بكره ما ادري كل واحد ابو خالد ان شاء الله كل واحد يرسل من جواله الخاص هالرساله لا ترسلونها في الجروب كانكم زعلانين عليه وبصوت هي طبعا هي مكتوبه الان كتابه لكن بصوت صوت قايلها حلو بيقول لي صاحب دايم جموح حصانه تعبت وانا اقول يا صاحبي هد هد أرجوك تعرف كل شيء ومكانه وعرف الوقت المزح وعرف متى الجد حتى لو أنك قد طرحت الميانة ترى الميانة والأخوة لا أحد ما كل رجال وسيع بطانة ولا كل كلمة للرجاجيل تنعد ولا كل واحد ضاحك له زمانه ولا كل صاحب يقبل عتابك بود دنياك هذه ما عليها ضمانة ما كل من قال لك أنا سد بيسد البرج لو شفته تحسبه تكانه يبنى ب5 سنين لحظة وينهد خلك مثل بحر كبير كيانة ما تطلع سراره مع الجزر والمد نصيحتي للي طويل لسانه أقول من حد الرجاجيل ينحد أما خسرت اللي عزيز مكانه ولا تجي لك كلمة ما لها رد هذا عبد العزيز البعير طبعا الموقف لا يستحق هذا أحسنكم ضيقتوا عليه كلكم متواجدين كان يعني ما مشي هو يمون عليهم والرسالة هذه ما عاد بماي لا لا ما مشي قال انا وش جبت يا ولد هو مزح صدق بس احنا حطينا مزحه كانها زلت عليه ما احنا نمون على بعض راد الله احنا جايين على عشانه عنده ما عاد كلمناه ما عاد رسلنا له ولا عاد قلنا شيء الوعد العشاء جايين المهم جينا كان في ولد عمت لي يكلمني وهو جاي قلتها فرصه عشان عندك الرجال ويعرفه وجاء صار الوضع رسمي لأنه ما يؤمن على ولد عمتي ولا كان هذا كان قصارة بالكلام ولا بس إنه صار الوضع رسمي فجينا مبرطمين كذا كيف والله طيب يا ناس الله يسلمك يعني كان في خطرنا شيء المهم ضربنا في الشحم وكرمنا ومشينا الرجال شانت عليه قال مو بواحد ولا كلهم زعلانين معشيتهم ما نفع يا ولد ما بيبعد هذا الرجال وارسل في نفس الليلة قصيدة وأنا والله ماني حافظها لكن موجودة في اليوتيوب وخلها واحد يشيلها وهذا لكن أنا أحفظ منها أبيات يقول في له ورديت عليها أنا في نفس اللحظة وبعدين حتى خليت ولدي محمد الله يحفظه يشيلها كان ذاك الوقت في الثانوية الآن ملازم في الحرس ما شاء الله فيقول هو مزحت وخطيت الهدف والرزانة
اخطيت. يقوله هو اعترف. ايه هو ما بخطا لكن احنا كبرنا الخطا. أيه ولا ما بقى أيه. ومزح نمزح على بعض امور لكن يوم شاف ان زعلنا قال هذارهم والله الرجال يزعلوا علي وانا ما خلني ارضيه. فيقول مزحت واخطيت الهدف والرزانه وانا احسب اني فاكهه ما لا احد وثارني جبت الضحى برمضانه والله ثم والله ما لي بها قصد كرمت الوافين عندي مصانه نكسب رضا الغالين نخزيها للكد المهم يمشي فيها لين يقول وانا لكم في الحق مثل اللبانه والعذر فرض وواجب اليوم والغد والغد. المهم القصيده طويله شوي لكن راح فيها لين استنفذ ما عنده ثم قال واللي زعوله ولا يقدر اخوانه ماني ملزوم عليها توجد. كفو. ايش قلت له يا ابو خالد؟ والله اعطى مقطع الحق وهذا ايش قلت له؟ قلت حي القصيده وحي شخصك وزانه يلي نظمته من فؤاد لنا مد رده علينا واجب وجحدانا عيب على اللي مثلنا معرب الجد. يا سلام. نشرح على الطيب ومثلك فشانه الله تصدورنا قدره فلا مثله المد. نشرح على الطيب ومثلك فشانه تصدورنا قدره فلا مثله المد. الند سلم وحنا طرحنا بيننا في الميانه حد تعدى زايد الشك وكد الله والعذر مقبول وربعيت كانه نيابة عنهم تعجلت بالرد الله سلام لجل لهم الراس طيب وذهانة ولجل انك من قروم تحسب وتنعد الله يطول عمركم ونعم بك حطان لجل انك من قروم تحسب وتنعد كل على الطالات يسرج حصانه وشرواكنا في خربه ومعهن تسيد الصاحب اللي في المواقف لسانه ذرب يدل الهرج ما هو بينقد ما نبحل بعراف طيب وذهانه اللي مع الاجواد ذكره مجد نبحل بمن يرفل بدرب المهانه ولا شاف علم الطيب قام يتصدد يا سلام وشهران مع قحطان صار حين كيانه نعم تراها كانت قحطان مع شهران قابل ولد والله ما تقدم قحطان قلت هاك شلا شلوا بليسك يا رجال كفو شهر قحطان مع شهران صار حين كيانه ربع تجمعها السلوم وتوحد رزات هذا زمننا لشجن فيه خانه الطيب يحمد والرضا فيه يجحد كلام طيب. نشفق على جيل بعدنا زمانه يجفى من اهل العرف واللي بهم سد هذه بواكيره وشاهد عيانه مظاهر يغلب هزلها على الجد يا سلام يا سلام اقول اسمع لا تشتوا مره ثانيه انتوا حطاني ذا خذوني معكم لو سمحتوا وربك تخلى وناكل خروف ابو رحان متخيل معكم متخيل بي الاخوي متخيل اللي بي ما شاء الله عليكم وعليكم زود السامع الناصر لبيه شلونك طال عمرك